البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وما ناقصكم خير ان شاء الله. اليوم جيتكم بوصفه جديده، يعني انا كليتها لا بروميير فوا، كليتها عند مرت لوسي يعني، وما بخلتش عليا بالوصفه يعطيها الصحه، وانا تانيك ما حبيتش نبخلها عليكم. ماذا بيا ديروها وتجربوها وتعطوني رايكم، يعني الجميع اللي وريتها له دارها يعني عجباته. نبداو بالمقادير. عندي فيونداشي دجاج ولا لحم اللي عندك، عندي طوماطيش تكون طايبه شويه تاع الحبه، عندي الثوم سنينه تاع الثوم، عندي الملح الحشيش هذا ما كان، وعندي المكون الاساسي هو المفاجاه هو الكرنب. يعني بزاف ناس ما تحبش الكرنب، مي كيديريه بهذه الطريقه ما كاش لي ما ياكلوش وما كاش لي ما يعجبوش، يعني كاين اللي ما يحسولوش كاع ما يعرفوش بلي هو الكرنب. اول حاجه واش نديرو، ناخذ الكرنب تاعنا كيما راك تشوفوا، شوفوا يعني شللته كاع هيك، قطعته هكا طويل طويل رقيق هكا، وندير له الماء ونغطي عليه، ندير له ماء شويه ملح ونغلق عليه حتى يطيب. انا حنديرو في الكوكوطه يعني باش نربح الوقت، ندير له الماء ونغطي عليه ونخليه يطيب على راحته، ومن هذيك الجهه نروح نديرو لاصوص تاعنا هكا. درت لها الماء، درت لها شويه ماء كيما راكم تشوفوا، نزيدو نديرو لها الملح شويه ملح باش ما يطيب لنا الصامط هكا، ونغلقو عليه الكوكوطه تاعنا اذا نحطوه هنا يطيب. هكذا ونخلوه. نروحو للجزء الثاني، ما بيدي غير الاخر تاعنا، حنا نكونو درنا لاصوص اللي نرمو فيها هذاك الكرنب لا فيون باشي. ناخذو الطنجره تاعنا ولا مقله ولا كيما حبيتو، نبداو نديرو الطوماطيش تاعنا هذيك، نقطعوها ونربيوها. ها هي الطوماطيش، ها هي انا خديت حبات طايبين، يعني ولا كانوا صغار طوماطيش ديرو ثلاثه ديرو اربعه باش تجيكم الصوص يعني فيها الماء مايها. في عمرة بالماء لا يطارت، الطوماطيش بزاف شابة هادي ما داي تخرج كيما راك تشوفو. كملنا البنات، هاني ربيت الطوماطيش هادي، ها هي ها. دوك نبداو نربيو التوم تاعنا، نديرو في الجهة الطاقة، نديرو شكاع نربي نص ونص، نخليه مع لا فيون داشي نربيلو هكذا. تجي جوغ صوص طوماط يعني صوص غوش، يعني هاد الوصفة ننصحكم فيها بزاف، يعني بزاف بنينة، وأنا كلاوها لا بخوميييغ فوا عجبوها وما عرفوش بلي فيها الكرنب، يعني خلاص ما عرفوش بلي فيها، يعني هادي اسمها الوصفة المفاجأة يعني. انا كليتها لا بروميير فوا عند مرت لوسي كيما قلت لكم، وهي ما بخلتش عليا بالوصفه، وانا كيف كيف ما بخلتهاش عليكم كيما راكم تشوفوا ها انتم. نديروا شويه زيت، ما نديروش بزاف زيت باسكو حنقلوهم بعد لي بول، صافي كنديروا غير شويه زيت هكذا، قطعه هذاك الزيت باش تحمس لنا باش تعطينا وجه هكذا، واش بارد في بارد. نزيدوا لي زيبيس، عندنا الملح نديرو شويه ملح كما راكم تشوفوا هنا، عندنا فلفل كحل هكذا، ونديرو شويه كرويه، يعني لي ميم زيبيس لي درتهم في لاصوص نديرهم في هاي شويه كرويه، نديرهم في لافيون داشي هاي شويه كرويه تاعنا، وثاني العكري بطبيعة الأحوال. ونحطوها تتحمس، غير تتحمس نديرها شويه حشيش هكا غير من الفوق باش يتحمص بك معاها، نديروها هنا تقعد تتحمس لنا، غير تتحمس تبدا تلقى الماء تاعها، نزيدو لها غير شويه ما ونخلوها، نخلوها كاع تدخل مع بعضها، ومن بعد نولو كيطيب لنا الكرنب تاعنا نصفوه مليح من الماء، ونبداو نزيدو نديرو كيفاش نحطو نديرو لي بول تاعنا. يعني وصفه سهله، وماذا بيا تكملوا معايا ان شاء الله الفيديو باش تشوفوا كيفاش خرجت وتجربوها بالطبع. بعد ما طبعا الكرنب تاعنا طاب وصفيته مليح، شوفوا كيفاش جا، شوف كي طيبته وصفيته مليح، شوفوا
صفيتو عصبتو هكذا، ديروه هنا في الريسيبيون هذا هكذا، حاولوا تعصبوه مليح باسكو كي يطيب خلاص هو تنتم يطيب. نروح تاع الخفيفة هكذا، نديرو لافيون داشي تاعنا هكذا كيما راكم تشوفو هكذا. واش نزيدو؟ نسكرفدو التوم، نديرو التوم تاعنا هكذا، يعني ساهل تمتم يوجد. والبنة بزاف بنات، لاصوص طوماط تاعنا تاني كي طابت خلوها غير بتيت صوصة، ما ديروش بزاف ما ديش بزاف مرقة هكذا هكذا. هاي التوم تاعنا شوفوا هنا ها هم، دوك نزيدو معانا شوية حشيش هكذا، ونديرو لي زيبيس اللي درناهم مقبلات اللي هما الملح، فلفل الكحل، والكرويه ملح هكذا، مش بزاف باسكو درنا في الكرويه هكذا وفلفل الكحل. هلا نخلطوهم قاعدتك كيما راكم تشوفوا، انا سخون ما نحب نمس بيدي باش نحس بالاخر، باش نخلطوه مليح يعني، بصح راه سخون شويه الكرومب تاعنا كيما راكم تشوفوا، واحد الريحه هاي تنف نف شوفوا شوفوا البنات كيفاش تخلط هكذا. هكذا شوفوا البنات كيما راكم تشوفوا، نجيبو الفرينه تاعنا والمقله، نوجد المقله ندير فيها شويه الزيت ونبدا نقليهم غير في الزيت، ومن بعدك نرموهم في لاصوص كيما راكم تشوفوا البنات. راني درت الزيت هنا يسخن، لاصوص تاعي هاي طابت هنا، طفيت لها باش نرمي فيها الدجاج تاعنا ونزيد نشعل عليها. الدجاج تاعنا ها هو، نديرلو شويه تاع البيض، يعني ولا كانت حبه بيض صغيره نديرو لها حبه، ولا كانت حبه بيض كبيره، انا عندي حبه بيض كبيره درت لها نص حبه بيض، نص حبه بيض دوكا نقدر نبدا نستعمل يديا باش نكور، ندير لي بول. وني درت الزيت يسخن، وجدت الفرينه قدامي كيما راكم تشوفوا هكذا، دوك انا هكا ها هو شوفوا لا فيون داشي تاعنا بال، يعني جيب لنا ذوقوا الملح، حبيتو تزيدو زيدو شويه ملح، ذوقوا نورمال ذوقوا باش تقدروا تريكلو روحكم في الملح، ما لازمش يجي مسوس لداخل، راني زدت شويه ملح. هاني وجدت هنا الفرينه قدامي، ونبدا ندير دي بول ونقلي هكذا كيما لي بول تاع المتوم هكذا، شوفوا هكذا نرمدهم في الفرينه ونقلي، كي يسخن الزيت تاعي نقلي يديرها الحرور يدير لها، اللي عنده دراري صغار ما يديرش، باسكو ما دراري صغار دوك يحبوها. هكذا دوك نشوفوا الزيت تاعنا ولا سخن، هكا يكون الزيت تاعنا سخون. ناخذوا لا فيون داشي تاعنا هذيك لي بول ها هم، شوفوا رمتهم في الفرينه نفضوهم مليح، ومن بعد ديروهم في الزيت. هاي مازال ما سخنتش الزيت تاعي، زيد وحده برك هكذا ترمدوهم هكذا وتقلوهم قاعيتك
يتحمروا من الفوق، بس كل اخر طايب غير الدجاج تمتم يطيب ما يطولش الطياب. او بدا يسخن الزيت، نستفوهم كاع يتيك هكا هكذا، نستفوهم كيما راكم تشوفوا هنايا هكذا. يجي زاكي ويجي بنين يعني، وكاين اللي يديروه بلا ما يقلوه، يعني اللي يحبوه صحي اكثر ولا يحبوه. انا درته على جال دراري باسكو كون درتو في المرقه يتحل يجو يجي طري بزاف ما ياكلوش، مي هكا كي تقلى يجي فيه بنه، يعطي له بنه واحده اخرى. كيما راكم تشوفوا ناوي يتقلى معانا هنا، نزيد نكمل لي بول الاخرين اللي عندي. كيما راكم تشوفو البنات هاو يتقلى هنا عندنا، هايلا نكمل نطيبهم البنات ونولو كيف كيف نرمو البلاصوص تاعنا. كيما راكم تشوفو البنات هاني مزالني نطيب، شوفو كيفاش هي حمارة كيفاش يجو مروهم هكذا كما راكم تشوفوا قنبانكم. درت المرقه تاعي عاود شعلت لها اشتغلي لي، نقصوا لها النار مليح كما راكم تشوفوا، يعني نقصوا لها النار مليح ونرموا لي بول تاعنا نرموه داخل المرقه هكذا داخل لاصوص هذه. دوك هاد لاصوص هي اللي تزيد تختل لنا هذوك الفرينه اللي قلينا بها، زيدو يخترو لنا هذوك هذيك المرقة، يعني الليبو اللي قرينا بيهم الفارينة هكذا هكذا. نكمل اللحين الاخرين كيف كيف، نكمل نرمولي قبل مجالهم راني سنحي وراني نرمي كيما راكم تشوفو، خرج لي يعني كمية لاباس بيها هكذا. هكذا ماما مو يبان لكم هكا مليح كيما راكم تشوفو، هكذا نزيدو نحو لي قعدو نرموهم قاع يتي ونخلوها يتقلى شوية واحد دي مينيت هكذا باش يدخل يندمج مع لاصوص، ونتلاقاو كيف كيف ان شاء الله نوريلكم صحن تقديم. كيما تشوفو البنات بعد ما رميتهم قاع يتي ندير لهم شويه حشيش من الفوق ونخليهم واحد المامباز جوج دقائق ثلاثه هكا، عفوا قلت لكم قبيل 10 دقائق، واحد جوج دقائق ثلاثه خلاص يعني هكذا. درنا الحشيش ونغطوا عليهم نخليهم واحد جوج دقائق غير يتواساو كيف كيف مع بعضهم، ونطفيهم ان شاء الله ونوريه لكم ان شاء الله صحن التقديم. ها البنات الطبق تاعنا واجد درتو في هذا الطاجين الصغيور، شوفوا كيفاش جا، يعني نورمالمون المنظر تاعو يعطيكم الخبر على البنه، والبنه ما نحكي لكمش، والمريقه تجي خاتره خفيفه غير خاتره حاجه قليله ماشي بزاف المرقه، باسكو هو اصلا يجي داخل مش مقصف ما تسحقش مرقه بزاف. شوفوا كيفاش يجي داخل، شوفوا شوفوا المريقه غير حاجه خفيفه بصح البنه ما نحكي لكمش. شوفوا
ان شاء الله ديروا البنات وتعطوني رايكم في التعليقات. وما تنساوش اللي مازال ما ابوناتش عندي تابوني عندي في لاباج تاعي في اليوتيوب، في لاباج تاعي في فيسبوك وفي اليوتيوب، يوميات واشهى المأكولات لأم دارين. والى وصفة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.